يوم الاثنين 21/6 يبدأ الانقلاب الصيفي، أي يبدأ فصل الصيف من الناحية الفلكية. يذكر سابقا بأن فصل الصيف يبدأ في علم الأرصاد في الأول من شهر حزيران، ولكن من ناحية علم الفلك يبدأ فصل الصيف في 21 من شهر 6. بعض الحقائق السريعة عن فصل الصيف أو الانقلاب الصيفي الذي يحدث بمناسبة في نصف الكرة الشمالي من الكرة الأرضية. هذا الفصل أو هذا الانقلاب الصيفي سيبدأ يوم الاثنين في 21 من شهر حزيران في شهر 6 لهذا العام. يستمر الانقلاب الصيفي وفترة فصل الصيف فلكيا حوالي تقريبا 93 يوما حتى 22 من شهر 9 شهر سبتمبر أيلول. وأيضا يكون يوم الاثنين هو أطول النهار أو أطول ساعات نهار في السنة وأقصر ساعات في الليل. أيضا إضافة إلى ذلك تعتبر هذه الفترة هي من الناحية المناخية في المملكة الأكثر سخونة والأكثر دفئا، وتتكرر بها ارتفاعات في درجات حرارة تصل في بعض الأوقات وفي بعض الأحيان إلى ما يسمى بموجات الحر. في الأردن أيضا تندر ويندر هطول الأمطار خلال فصل الصيف، ولكن تعيش المملكة أحيانا في بعض الليالي أجواء مائلة للبرودة بشكل عام، وتعتبر طبعا المملكة مناخا منعشا ومميزا جدا خلال فصل الصيف.